مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من راي عام الرمضاني وكل عام وانتم بالف خير وزي ما شفتم في اللقطات الاولى ضفنا النهارده عارفينه اكيد كلكم باحث ومفكر شاب بتقال عنه انه ظاهره الرجل في مرمى النقد والهجوم من كل الفرق من فريقين على الاقل فريقين عكس بعض الناس بتقول عليه انه يعني بيهاجم الدين وبيبتدع حاجات يعني مش موجوده والناس الثانيه او الفريق بيقولوا عليه انه منح الدين قبله الحياه وخلى الناس تتمسك بايمانها وفتح ابواب من الجدل الفكري لا يمكن غلقها ضفنا صديق وزميل والباحث والمفكر الشاب اسلام بحيري اسلام اهلا بيك وكل سنه وانت طيب وانت طيب يا عمرو انا مبسوط جدا وسعيد حقيقي اني معك في البرنامج احنا مش اول مره لا بس المرات اللي فاتت كانت ليها انواع تانيه ليها ليها اه مفيش الهدوء ده اه مفيش الهدوء هدوء الديكور ولا هدوء ال هدوء اللقاء نفسه هدوء اللقاء نفسه انت انت معايا من قبل الازمه حتى قبل ما اكون انا ازمه ايه لا سمح الله مفيش ازمات لا 2015 الازمه كلها حصلت وعدت ده صحيح طيب الاجواء اللي انت عايشها دلوقتي الاجواء الرمضانيه مختلفه عن اجواء رمضان في 2015 اه طبعا رمضان 2015 كان اصعب فتره لان م. البرنامج القديم توقف يوم 21 ابريل 2015 فرمضان جه وانا لاول مره من 2013 ما كنتش بعمل برنامج ويا ريت بس مش بعمل برنامج م. يعني الصراع القضائي ابتدى م. وكنت كسبت قضيه ولسه الثانيه اللي هي انا خسرتها يعني وكانوا اصعب طبعاً شهور قبل دخول الازمه القضائيه بمعنى السجن يعني كان من شهر 4 لشهر 12 ف 2015 طيب كانت سنه طب ليه احنا وقبل اخترنا رمضان بيوم عملت حادثه اتقلبت بالعربيه نسيت اقول لك بس دي ما كتبتش في الجرايد انا آه الصحافه ما تكتبهاش يعني فالعربيه اختفت مش موجوده خالص يعني حاجات مم. كتير كان 2015 كانت سنه رائعه طب احنا ليه بدينا البدايه الدراميه؟ مش عارف دخل آه انت اللي كنت عايز اسالك عن طقوسك في رمضان انت يعني آه طقوس رمضان يعني للاسف يعتبر ماليش طقوس يعني رمضان مصر بالذات لان انا من من الصغر جدا بره مصر مم. في بلاد متخ... مختلفه يعني. زي ايه؟ آه، انجلترا، كويت آه مم. حاجات كتير يعني مم. انما من رمضان مصر مرتبط معايا بطقوس غريبه جدا بقى طقوس صراع الاخوان لان اول رمضان حضرته في مصر 2012 فكنت بعمل ساعتها المناظرات ساعات بفتكرها وبعدين 2013 البرنامج الاول والصراع لا بس يعني اعتقد يعني يمكن انت اكيد لك طقوس مرتبطه بفتره الصبا بفتره الطفوله اه طبعا آه دي اه دي حاجات لطيفه اللي هي كلنا آه عشناها يعني آه بس بس إنو مفيش إنو حاجه معينه لا مفيش حاجه معينه خالص بالعكس كان كنت طفل هادي طب طب مفيش حاجه انت مشتاق لها يعني لا هو رمضان نكهته مش هو ده خالص مم. اللي احنا عايشينه الايام دي معرفش ده سبب ايه يعني بسبب ظروف ولا بسبب احداث سياسيه ولا بسبب آه سطوه اللي بيحصل الميديا بالشكل ده ما بقاش فيه البساطه الاولانيه <applause> اعلانات بشكل المخيف تطلع في رمضان معرفش الـ الـ إيه. البساطه هي تقصد ايه يعني مثلا فوازير يعني رمضان زمان اه موضوع مثلا مسلسلين وفوازير وموضوع آه محدد جدا وبسيط كنت بتتفرج على الفوازير آه طبعًا والمسلسلات طبعًا طبعًا تفتكر ايه من الفوازير؟ فوازير مين مثلا كان بتعجبك؟ احنا جيل نيللي وشريهان ف يعني تكلم ف... عن نفسك اه لا انت صغير <applause> <applause> انا صغير؟ ماشي آه المهم يعني فانا نيلي وشريهان وفطوطه والحبه دول يعني وبعدين مفيش <applause> تاني اصلا او انا انشغلت من 98 سافرت 97 98 فما بقتش اشوف اصلا اي حاجه اصلا في رمضان بس رمضان دلوقتي غالبا يعني عشان نكون حقيقيين مش هو رمضان زمان الا شكلا ولا موضوعا مش عارف يعني معظم ضيوفي برضه بيقولوا نفس الكلام يا اسلام يعني يقول لك يا سلام ايام الزمن الجميل والبت... طب ما هو ضيوف زمان برضه كانوا بيقولوا يا سلام ايام الزمن لا انا ما اقول الزمن الجميل آه. ما تضيعنيش انا مش بتاع الزمن الجميل آه. بس حقيقي الشكل البسيط لرمضان انتهى اللي بقينا في رمضان وزاد وتوسعت دايرته حقيقه هو هو نفس البصمه الفتاوي الفتاوى اه بمعنى الفتاوى بقى اللي انت عارفها آه يعني زمان كانت حجم السوشيال قد كده والتواصل قد كده والبرامج الفتوى قد كده فكانت خلاص اللي عيان واللي آه عنده آه السكر وبياخد الحبايه اه انما دلوقتي دلوقتي ما شاء الله انت عارف طبعا <applause> برضه انت عايز تقول بقى انا آه بقول لك ان <applause> دي الحاجه الوحيده البصمه اللي باقيه طب <applause> يعني. بمناسبه الفتاوى انت السنه دي بتقدم على شاشتنا طبعا <تصفيق> <تصفيق> الخريطه 2 ايه الفرق بين الخريطه 2 والخريطه اللي هي السنه اللي فاتت؟ الاثنين فكرة واحدة كونسبت واحد ان الناس تعرف بص أي حاجة مم. فكرية بتحس وانت جاي تقراها ك... كهاوي انها بحر مم. بحر حقيقي حتى لو حاجة غير الدين ما انتش عارف تبدا منين تروح فين والناس بتتكلم كلام غريب قوي مم. الدين على غير ما هما بيقولوا علم لازم اذا كان هنعتبره علم يعني هو دين المفروض مشاعر مم. المفروض يوصل لكل مسلم عشان ما يتقلوش اسكت انت ما تعرف <applause> لان ده مش فيزياء ولا كيمياء ولا مهندس ولا طبيب زي ما بيقعدوا يدوا المثل الشهير المعروف. <applause> أصلاً انت لو عايز مهندس هتروح للمهندس، اه ده المهندس. دي الهندسه اللي انا مش محتاجها كل يوم بل ممكن ما احتاجهاش في حياتي. لكن الدين غير كده. فانا قررت غير برنامجنا الدائم يعني اللي يبقى فيه التجديد نفسه ان بس كل رمضان نعمل لهم خريطه ان شاء الله طبعا بتنور الحكايه كلها مرسومه ازاي ومين ابتدى ومين انتهى واولها فين واخرها فين. فالسنه اللي فاتت عملت حاجه لاقت استحسان كتير اللي هي علم الحديث علم الحديث ده الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الناس تسكت وما تتكلمش حتى مجرد انه يقول والله انا مش مصدق ده يعني بفطرته بالصليقة يعني فبيتقال له الرد المعروف من كل انواع الشيوخ سلفي او غير سلفي انت تعرف م. انت فاهم الحديث تعرف أنت تعرف مش عارف ايه تعرف التخريج تعرف مين اللي فأنا قلت للناس في 16 حلقة بالذات الأخرانيين كل علم الحديث من يوم ما اتبدع لحد م. ما انتهى طيب. عشان اللي يتفرج عليهم بسهوله جدا يبقى عالم علامه في الحديث. طب كويس احنا يعني مش مش هنتفرع قوي آه. وندخل في تفاصيل الخريطه اتنين لانه الناس بتشوفها دلوقتي. الناس والناس آه. بقى تشوفها وبتتفاعل آه. لان الموضوع الـ الـ معقد آه يعني برضو آه الخريطه اتنين والخريطه واحد البوصله آه كل البرامج آه يعني الاخيره بتاعتك في فتره ما بعد السجن اسلام كده هادي بيلبس على الموضه بسم الله ما شاء الله يعني بحقد عليك كل يوم طبعا طبعا قمصان مش عارف الناس من مش, مش عارفة اللي بيننا مش عايز <applause> مش عايز بقى يعني ايه مش عايز اقول اسماء الماركات يعني طبعاً وال... طبعاً عشان ما نعملش اعلانات إيه, ايه اللي اتغير في طريقه اسلام الاسلام اللي... الثائر خلاص يعني آه لا بالعكس يعني ذهب مع ريح السجن لا, لا, لا ولا <applause> لا طريقه التعبير عن هذه الثوره اللي بس ذهبت مع السجن أوه. مش خوفا من شيء لا بالعكس كانت فعلا فتره أه. اني بقول هو انا ايه اللي جابني هنا وانا يشهد العاقل وغير العاقل ان انا بدافع عن الدين مم. فايه اللي يخليني فجاه بضده في نظر ولو شخص مم. واحد أصدر الحكم مم. فعرفت ان انا اديتهم ماتيريال هذه الفئه اللي هي شغاله ترفع قضايا على الناس كلها مم. فقلت خلاص احنا فئه تقفل ما فيش ماتيريال اثنين اني اذا كان ده فعلا من المحبين بقى أوه. كان بيقول لي بس الكلام عظيم بس اهدى بس مش عارف ايه، طبعا الفترة ساعتها كمان كانت بنت ظروفها ضغوط، هجوم، وأنت حضرت في حلقات مم. قديمة هنا في القناة مم. دي مم. بس ما كناش يعني مم. مع بعض الهجوم بشكل منظم يعني مم. لدرجة يعني طب هسألك سؤال معلش أنا أقطعك يعني اسلام أنا آسف، يعني فترة الهجوم وفترة الضجة ما بتجيلكش لحظات كده تفتكرها وتقول الله ده الفترة دي كان فيها زخم شوية بالعكس دلوقتي زخم اكتر لان اولا احنا ارض كتيره جدا بقضيتي بالعموم لانه حسوا ان الناس دي صادقين ما بيهربوش على الاقل اتجاه ده الصادقين فيه يعني مش كلهم اتنين انا نفسي كسبت ارضيه عند الناس لان اللي مم. عايزني كان بيترجاني مم. ويقبل جبيني ابقى هادي بقيت هادي مم. او بقيت أعبر عن الفكره بالالفاظ المتاحه مم. يعني لغويا وده جميل مم. فدلوقتي احنا اكتر زخما قصدك اكتر تصديقا بالواقع الحال الناس شافت مقالات الامور مم. فتاكدت ان اللي بقوله كل يوم بتتاكد ان اللي بقوله يعني لسه كنت بنهي في البوصله مجموعه ابن تيميه كل اثره فيما نحن فيه وانت شفت قبل رمضان بايام حادثه اندونيسيا فين المخابرات الامريكيه اديتهم فلوس اسره بسيطه جدا مم. مش عايزه حاجه من الدنيا غير تفجر الكنايس ده ده صدروا ناس غير الاسلام الحقيقي ده صدروا ناس باسمائهم احنا انا بقولهم في البرنامج مم. فواقع الحال كمان في السنتين الاخيرتين اثبت اكتر اللي انا بقوله، مم. ضغط على اللي مش عايزين يتحركوا في في الاتجاه ده، ضغط معاكس، دول بحالها آه ونقدر نقول أسماءها عادي زي السعوديه عملت تغيير كبير جدا لدرجه ولي العهد يطلع يقول ما فيش وهابيه بعد النهارده، مم. عصر الصحوه انتهى. ده تغيير كبير جدا جدا من 2013 لحد النهارده بضغط المجموعه التنويريه كلها مش اسلام. مم. بالفكره نفسها انه ازاي في النهايه بتستجيب دول بحجم التزمت والسلفيه التي كانت تحكم الشعب حاسس انه يعني معلش يعني اعذرني في التعبير البضاعه بتاعتك يعني مش بتاعتك بتاعه اسلام يعني بتاعه التيار بتاع اسلام دي مطلوبه دلوقتي في في المجتمع بص انا ما بقدمش واحد بضاعه يعني واحد ما بعتبرهاش كده اثنين آه المجتمع عايز يتطور ما عندوش حل في ازمتنا الفكريه الا تعاملنا مع الدين مش الدين غالبا شبه عصر النهضه لو ما فيش اي حاجه اخرته ولا مم. طلعته لقدام الا القنطره اللي عدى بيها ازمته مع الدين هم حلوها بحل احنا ما نقدرش نعمله قوي طب الانطره دي الانطره بتاعت اسلام انطره اللي هي ما بعد السجن وما قبل السجن في انطره صح, صح. مش كده حتى يعني شكلك اتغير اه ده, ده الحقد بتاعك بقى ده ده الحقد بتاعي آه. <applause> اه يعني يعني آه مشيت على الانطره دي ازاي او اكتشفت الانطره دي ازاي آه هقول لك حاجه هي كده آه. كده كانت متوقعه <applause> يعني من دخل في هذا الشأن وهو مصدق اللي هو فيه لازم يطول أذى <applause> من العظماء الكبار اللي أنا ما فيهم حاجة طه طيب حسين وعلي عبد الرازق اللي شالوا منه العالمية وكل السلسال لحد نصر حامد ولحد فرج فودة ولحد حتى الشيخ محمد الغزالي الأزهري <applause> كله نالوا الأذى <applause> منه بقى اللي اتكفر منه اللي اتسجن منه اللي هرب منه اللي اتشال من مكانه عزل فإذا كنت صادق في المسألة دي لازم هيطولك أذى <applause> فأنا غالبا كنت متوقعه مم. فلما جه يجيب بشده اكبر من انا توقعت شويه مش مجرد ايقاف البرنامج او مم. لا جه كبير شويتين ثلاثه فاتخدت الدرس النفسي اني اولا ازاي اوصل احسن اثنين آه، انا مش عايز تاني ادخل في ازمات ثلاثه ان الناس بقت مصدق أنا مصدقه الصادقين في الاتجاه ده فده مش لازم نضيع ومع ذلك انت يعني انا حاسس انك انت برضه يعني عندك حاله اشتياق بتشتاق للمعارك خالص خالص ده معركتك مع دكتور يوسف زيدان مثلا لا دي معركه فضائيه دي معركه مم. دلع يعني مم. انا بقولها في معركه دلع, دلع في آه معركة, معركه انا شفت المعارك لما بعد في وش الاخوان وهم بيحكموا مصر مم. يعني شفت المعارك بتاعت محمود شعبان وبتاعت ابو يحيى والمناظرات دي كانت مناظرات انا فعلا رايح بحس ان يا اما هنصر الدين يا اما هضيعه يعني عندي المسؤوليه دي وانا رايح بجد ان هو ده مش الاسلام اللي بيتقدم فكنت بروح يعني يعني معركتك مع الدكتور يوسف زيدان معركه دلع دلع يعني انا مش انا بقول له كلام وهو بيرد في برنامجه اللي كان فخلاص انما هو بس انما اصل المعركه مش دلع يعني مم. انا لما اخد يعني بخوض في حاجه انا مؤمن بيها ان هو مم. يقول اللي هو عايزه طبعا يقول اللي هو راجل باحث ومفكر طب زعلت منه لما كان اتكلم عنك كده بطريقه يعني اسلام لسه لا ده هو يعني كده بقى مش. كويس ده هو كده بقى كويس ده هو بصير. اتكلم بطريقه اشد من كده بكتير زمان يعني م. خلاف بينا قديم اصلا والله بس انا مش بصفي حساباتي انا بس سبته بيعمل فقرته وانا ماليش دعوه انا مش واصي على الناس م. لحد ما طلع في موضوع ابن تيميه فده بالنسبه لي خط احمر لان انا ما صدقت ان الناس تصدق ان هذا الشخص قد حول مجرى الاسلام لمجرى اخر فقلت له مش من حقك تطلعه الراجل الجميل البسيط اللي كان يعني ده لدرجه يعني كلام في نظري غير اكاديمي لما يقول ده ما كانش بس بيبقى رايق م. هو الفتاوى دي طبعا احنا كده بنهزر مش بنقول علم للناس فقلت له لا فعملت 23 حلقه ردا عليه هو بس مش مجموعه ابن كلها قلت له تعالى اقول لك ان الارهاب ده مش سببه لا فقر ولا جهل م. وان ابن تيميه مش ده حقيقته تعالى اقول لك كتبه حتى كتبه غير الفتاوى لان هو كان قال رايي كان الفتاوى غير فكره اها و... ف... ومع ذلك اسلام يعني يمكن انت كان ليك موقف الناس يعني عجبها هذا الموقف انه لما توقف او توقفت الفقره اللي كان بيظهر فيها الدكتور يوسف زيدان في احدى القنوات الفضائيه مع يعني زميل من الزملاء عمرو اديب طبعا يعني انت وقفت معاه او كتبت كده انا ما وقفتش مع انا ف... وقفت مع التنوير مع الفكره آه. وانا كنت صادق في ده مش عايز آه. منها حاجه انا حقيقي بعيد عن الفكره آه. الخلاف وبعيد ان هو دائما ما يعني بيتكلم الكلام آه. اشرت ليه من شويه انما الفكره الحقيقيه ان الناس تشوف حاجه في فتبتدي تتفاعل فتفتح كتاب انا او هو او حضرتك او ابراهيم عيسى آه. او اي حد ده عظيم جدا مش لازم نفقده لانه لما يفتح كتاب حتى لو بطريقه فيها بعض المعلومات المضلله او المضلله وات ايفر المهم انه فتح الكتاب احسن لي كتير من شيخ سلفي يقعد مكانه والناس شايفه يعني شخصيه اسلام الشخصيه الجدليه زي ما انا قلت في المقدمه واعتقد ان دايما حاجه يعني ما تزعلكش صح مين مين اجتمعت عليه الناس بس كمان في مساله ال الخصوصية بتاعت فكرة انك تتكلم في تجديد الفكر الديني لازم يكون عليك جدل م. ومين ما يعني محمد عبد دي الشخصية اللي احنا بنشوفها علي الشاشة وبنقراها في ال... في في ارائك المنشوره والمكتوبه طب في شخصيه تانية الاسلام محدش يعرفها يعني يعني ما دي فرصه النهارده يعني احنا في رمضان وكل سنه وانت طيب قول لي وانا اقول على طول يعني الحاجات اللي, اللي الناس ما تعرفهاش عن اسلام بحيري يعني مثلا مين هو اسلام بحيري أه بيعمل ايه في وقت فراغه فراغه الكلمه <applause> 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 دي بقى لي زمن ما سمعتهاش بص يا سيدي يعني انا بره بره الصراعات دي كلها أه شخص اجتماعي للغايه بحب الخروج كتير جدا مم. ده اذا لقيت وقت طبعا بحب السفر اكتر من بحب اي حاجه تانيه في حياتي اعتقد انك انت بتجي اجازات مصر اه يعني مصر هي الاجازه <applause> وانا مسافر على طول <تصفيق> <تصفيق> آه فانا على طول يعني بخلص مم. التصوير حسب الجدول واطلع على الطياره لو في, ما في وقت فراغ دي يعني عندي مشكله مع اهلي ابويا وامي ربنا يديهم الصحه ان انا اروح وانا جاردن سيتي والمانيال مم. يعني حاجتين آه. جنب بعض <applause> ان انا اوصل المانيا اتغدى معاهم او اتعشى مفيش <applause> وقت فراغ دي خالص لان عندنا طب شغل طب انت كتير. مش قاعد معاهم طيب لا لا انا مزعج او حياتي مزعجه عليهم كتير يعني <applause> يعني واللي قاعد لوحده سنين طويله بره ما ينفعش يرجع تاني يشارك حد وهم <applause> وهم ناس هاديه بتنام الساعه 12 والحاجات دي انا لحد الساعه 3 الصبح بتخانق في التليفونات وبحضر حاجات وبت كله طول النهار مشتعل يعني بس برضه اكيد لك حياتك الخاصه لك يعني صحابك آه طبعًا. يعني طبعًا. طبعًا. صديقاتك آه اصدقائك انت آه. يعني. عايز توصل لايه مسؤول بس. بس لا انا يعني <applause> بس, لا. بس. <applause> عادي انا راجل عازب آه. اه فممكن يكون ليا حياتي الخاصه يعني بخرج مع ناس كتير من الجنسين <تصفيقية> و... بس وبس مش كت... مش في اماكن كتير يعني بحب اخرج <تصفيقية> كده في اماكن معينه يعني اه ما احبش <applause> بس الناس يعني لما شافت اللوك الجديد بتاع اسلام بحيري قال لك ايه ده يعني ده يعني بيتوجه لجمهور مش مش للعام مش للكل ده بيتوجه للستات الكلام للستات؟ ده ص... اه الكلام ده صحيح والله هو بص يعني اقول لك حاجه آآ 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 <applause> آآ آآ في رحاله فرنسي عظيم آآ آآ عمل رحله طويله كده وكانت ممكن يضيع في المحيط الهادي اه وده راجل فيلسوف يعني مهم جدا في فرنسا. م. فسالوه انت ليه عملت الرحله دي بالمخاطره دي ورجعت؟ قال لهم عشان اعجب الستات. اوكي. فدي حاجه على مر العصور مش وحشه. مش وح. يعني انت بتا... بتعمل لا ده عشان تعجب الستات. لا لا بقول ان انا بقول كلامه. ما بتستشهد ليه قصدي انه ده ان كان م. في في السكه فده كويس جدا. رجل ان رجل يحظى باعجاب النساء. م. اصلا كلنا عايشين عشان اللحظه دي يعني. كل الرجال في داخلهم انه يا سلام لو ست هي اللي اعجبت بي فده مش حاجه عيب يعني. أوه. لكن انا عملت كده لا انا كل الفكرة ان انا قبل الازمة مم. وده برضو فادني جدا السجن انت كنت مسجون في لبنان ف ما كنتش كنت اي حاجة بعملها نبعة من وقتي من, مم. من السن من الطبيعة بمنع مم. يعني اي حاجة حتى لو ألبس او اخس شوية او اعمل شعري بشكل تاني لا المفكر ما يعملش كده كنت مم. بقنع نفسي بكده مم. لما اتسجنت حصل لي أه زي ما تقول الفلسفه كده لحظه فارقه، عتبة الفارقه. قلت طيب انا في النهايه الناس وقفت معايا وكل حاجه بس انا اتسجنت لوحدي. فلما اطلع انا هعمل اللي انا بحبه. مش لان ما حدش جه معايا في الازمه اللي انا كنت فيها. فقلت طيب عيش سنك بقى، فبعمل اللي انا مؤمن بيه بعمله في حياتي العاديه بس بقى على أه لبسي وحياتي وطريقتي يعني مش مش, مش عشان ال الستات والله يا ريت يبقى عشان الستات ده احسن حاجه أه في الدنيا بس اكيد طبعا بتجيلك يعني رسايل، حاجات برضه كل حاجه كل آه. الحاجات الكويسة يعني تخلي الراجل كده مبسوط اه يعني انت مبسوط يعني. آه. مم. مم. وخاصة انك انت يعني اعزب صح؟ اه طبعا العازب بيساعده الحكاية انه يعني مم. مبسوط وهتفضل وكي. اعزب كتير؟ مش قوي ما اضمنهاش دي يعني مم. يعني في مشاريع مثلا اه يا ريت يعني هاني يا ريت ايه أنا, ما انا انا مش يعني يعني, يعني بسالك آه. يعني, يعني يعني بفكر الفكره وطالما آه. فكرت الفكره فممكن تتوجد الفكره يعني ال... اه يعني الفكره موجوده ولا طبعا اه لا طبعا ما هو العزوبيه اه مم. حلوه وفيها حريه بس طب مش اهتمامك مم. بشكلك دلوقتي اسلامي ولبسك ويعني انت يعني في بعض الناس يعني يقولوا هو اسلام هيمثل آه يا استاذ ابراهيم عيسى عملها فلو جاتلي آه الفرصه <applause> بجد والله <applause> لا ليه لا, طبعاً. لا يعني لا لا هي فك... الفكرة كلها ان ده بيبقى يعني رضاء عن نفسك م. لان انا لما كنت قبل حتى الازمة كان مفيش وقت حتى اعمل كده بالمناسبه آه. كان جهاد حقيقي الى ان نسقط الجماعه م. اللي انت عارفهم م. وبعدين نعيد بناء انفسنا يعني وانا بس طبعا بس بمناسبه ابراهيم عيسى يعني هو ابراهيم عيسى مثل ليه لا يعني؟ اما استاذ ابراهيم متعدد المواهب انا ما عنديش غير الحكايه دي يعني استاذ ابراهيم بيقدم طب لو مثلت كنت هتمثل تاريخ تمثل السينما. تحب تمثل يعني تاخد دور مين او تبقى زي مين؟ بص <applause> عشان اقول لك حاجه بس مش عايزين ندخل في الموضوع ده قوي لكن على العموم يعني <تصفيق> <تصفيق> انا بستمتع كتير بفن التمثيل بس انا الحقيقه افشل من يعني حتى انا في <متحدث> لو حاجه ممكن طبعا <متحدث> اخواتنا هنا كلهم عارفين، لو حاجه غير الطبيعي بتتقال او انا مطلوب مني اعيد كلمه او حاجه آه بفصل تماما بقول لهم ارجوك خدوني وان تيك لان انا <متحدث> بقول اللي انا جاي اقوله كان مفيش كاميرا. طيب ف... اتكلمنا عن حاجات كتير يعني في حياتك المزيكا الغنى عاشق المساله <متحدث> دي بتسمع مين؟ انا مزيكاتي قديم يعني يعني <متحدث> قديم وحديث بس انا قصدي يعني انا عندي مكتبه عظيمه للسمع من اول محمد عبد الوهاب في قدمي مش محمد عبد الحديث طبعا الست ستنا وتجرسنا طبعا فيروز وعبد الحليم الاساسيات بتاعتنا يعني ما مش جديد عننا وطبعا الجديد اغلب اغلبهم كلهم اصدقائي مم. اخونا العظيم عمرو دياب صاحبي جدا محمد حمائي صاحبي جدا كل الجيل اللي بيغني احنا اصحاب جدا جدا وطبعا انا بسمعهم من قبل ما نبقى صحاب بتسمعهم ويعني في اغاني معينه مثلا بترددها بينك وبين بين نفسك اه طبعا يعني طول الوقت بتلاقيها يعني في في ظروف معينه في اوقات معينه لا ظروف معينه يبقى لديم يعني لما لديم بسمع أوه الجديد انت بتسمع 10 عشر 20 عشر حاله ورا بعض. بتهيألي الجديد بتسمعه في العربيه بس. وفي البيت في البيت. عادي البيت اه ممكن يعني بس قصدي بيبقى حالات م من م النشاط يعني. م م انما الحاله اللي بتتكلم عنها دي لا قرايه الفنجان مثلا ده بيبقى انا اه ببقى بره مصر غالبا عشان الحاله في مصر ما تجيبش الهدوء, الهدوء ده خالص. ما تجيبش الهدوء اه فبسمع طبعا الحاجات القديمه بالحالات بتاعتها يعني فيروز عندي الصبح دايم. مم. طبعا دي زي كل الناس بالمناسبه مش اعجازي فيروز هي الصبح عندي في الحياه وام كلثوم سومه طبعا بالليل بالليل اه اسماعيليه في كل وقت ام كلثوم يعني ايه اقرب اغنيه ام كلثوم انا على عكس الناس يعني مش هدعي ان انا بحب فتره آه. يعني الاصابجي وكده لا انا بقول انا عن نفسي بحب فتره ما بعد منتصف الخمسين مم. فتره عبد الوهاب وبليغ وبليغ حمدي آه. انا بعشق الفتره دي انا بق... بقدر رأي الحبيب واقدر ده مم. وبسمعهم جدا بس مم. روحي مم. تنتشي مع عبد الوهاب وبليغ والصنباطي مم. زي اغنيه الف ليله وليله الف ليله يعني وكل اللي عمله بليغ بليغ مم. يعني شخص غير, غير طبيعي في الحقيقه يعني اسطوري مم. في نظري مم. وطبعا عبد الوهاب ده ما حصلش يعني بس مم. كل اللي عملته من بعد منتصف الخمسينات بدايه الستينات اسطوري مم. لحد اخر حاجه ليها بتاعت سيد, سيد مكاوي الله يرحمه اللي هي ايه؟ حكم علينا الهوى لا حكم علينا الهوى اخر حاجه عملها حكم علينا الهوى هي ما ظهرتش قوي للاسف حكم علينا الهوى متهيألي بليغ لا حكم علينا الهوى سيد مكاوي اخر حاجة عملتها والله؟ وبعدين جايز انت آه، كان في واحدة كمان بتاعت السيدة وردة الله يرحمها غنتها مم. وبعدين اوقاتي بتحلقوا وبعدين ما غنتهاش ام كلثوم بقى شفتوا يا جماعة يعني لا ده انا خبرة يعني آه يعني اسلام بحيري بيتكلم عن آه الغناء طبعاً. ويتكلم عن ام كلثوم وبيتكلم <applause> عن بليغ وعن محمد حمائي اه صديقي يعني وحبيبي آه, اه طب ما تغني لنا حاجة اعوذ بالله طب المسلسلات بقى بتتفرج على المسلسلات اه طبعا بشده يعني مم. بس بال... انا بقعد اسال الاول اه رمضان يعني يا آه. جماعه في ناس مسخره حياتها مم. عشان تعمل تقييمات يعني يا جماعه احنا فين؟ آه يا جماعه دول ودول دول اول اربعه لازم اكون خلاص متابع هل هل شايف انه الدراما فعلا يعني قادره انها تلعب دور في مواجهه الافكار المتطرفه؟ هي ما بتلعبوش بس قادره طبعا اسهل حتى مننا طب ليه ما بتلعبوش؟ الحقيقه ممكن ضغوط آه ممكن هو من مين على مين ما يعني ممكن كان لحد وقت قريب ضغوط يعني من حد وقت قريب كان ممكن في آه مسلسلات آه مم. دول معينه لا تتقبلها دلوقتي بتتقبلها أوكي. اوكي المواضيع نفسها مم. انا نفسي كنت بكتب في جرايد زمان مم. كان بتترد من دولة معينة تترد من المطار لأنك مجرد أنك كاتب بحث أو مقال مم. طويل يعني دراسة عن المسائل اللي بنجدد فيها مم. فكان زمان ده مستحيل والحد وقت قريب بالمناسبة أنا شايف أن تغيير منطقة الخليج بالذات السعوديه ده كويس جدا وعقلاني هيفتح ده اعتقد في الدراما يعني مثلا تجربه اخونا العظيم ابراهيم عيسى انه يخلي الناس انا شفت الناس في السينما بتتكلم عن المعتزله بمناسبه ان انا بعملها يعني بعمل الحكايه دي كلها في برنامج الخريطه فتخيل بسطاء الناس يسمعوا كلمة المعتزلة وهو <applause> الراجل إبراهيم الجميل لخصها على لسان الفنان الجميل عمرو سعد لما قال لها هو مش الدين ربنا عرفوه بإيه؟ بالعقل قال لها المعتزلة دول الناس بيقولوا العقل هو دليلنا لمعرفة <applause> ربنا بس يعني طبعا هو تلخيص مش هو دي المعتزلة لكن هو ده المطلوب من الدراما إنه <applause> يفتح الآفاق دي وإنه وعلى فكرة الدراما أسهل مننا الإعلام بتوع تتكلم بكلام موجه أه بيسمعوك أنا وأنت وكلنا لكن الدراما يا ريت تعمل في دراما شغالة برضه في الاستوديو عندنا دراما رمضانية ودراما دراما آه السحور آه 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 يعني زي ما انت شايف آه في كده يعني سحور بيتجهز آه بس انت عارف الوقت انا ليا نظام اكل دلوقتي صعب شويه بمناسبه ان انت بتقول انا واخد بالي من النهارده انا عارف ان النهارده عندك اللي هو اليوم اللخبطه اليوم اللخبطه انت جبتها منين دي؟ ما عنديش يوم خالص انا <applause> ما عنديش ولا يوم لخبطه في السنه بجد؟ اه والله يا راجل حرام عليك ما, فيش ما... ما بشوفش يا حرام طيب. يلا احنا هنقوم دلوقتي بس بعد شويه عشان نسحر لكن قبل ما يعني نختم الحته دي بتاعت الدراما كان في ضجه كبيره جدا في قبل رمضان بشويه انه فضل شاكر المطرب اللبناني المعروف كان المفروض انه يغني تتر مسلسل ليسرى وبعدين حصلت لخبطه وبتاع، شفت الموضوع ده ازاي؟ هقول لك على مرحلتين سريعا يعني، مم. انا ما كنتش احب اصلا ان اصدقائنا مم. واخواتنا في, في شركه الانتاج وهم عارفين ان انا بعزهم مم. يعني يخدموا على الخطوه دي لان هم كانت كده كده هتعمل هذا الجدل. مم. هو حد ظن يمكن ان الجدل ده هيكون مفيد للمسلسل، انا رأيي انه لا. اثنين بقى نيجي الموضوع. انا مش مع محاكمه الراجل للابد يعني بمعنى انه يفضل مدان ولو هو اعلن توبته لكن في مشكله واحده فلسفيه مش مشكله ان احنا نسمعه او لا مم. ازاي الفن يرجع يتقدم بالرهافه دي مم. بعد ما احنا شفناه بعنينا بيقول دول اوسوا دول اوسوا باللبناني يعني قتلوا ف والعيال وانا كنت واقف وبشجع وبعمل ماشي حتى لو مش بايده لكن الرضا عن اخذ روح انسان مم. في خمس دقائق عشان هو مخالفني ده لا يتاتى بعدين ان انا اصدق فضل م. نفسه لما يقول لي كلام رهيف وجميل وشا... وشاعري وشعر فده خطا منهجي ملوش علاقه بقى مين منع م. او مين لغى طيب يعني ما كان يجب برضو في مصطلحات اللطنة. الاخطاء المنهجيه وال... آه، والك... والكلام ده. الكبير ده يعني ما, ما ينفعش عايزين ناكل, ناكل عايزين ناكل آه. <applause> يلا ناكل اتفضل يا استاذ سيادتك طبعا هتقعد هنا ماشي اعلى محتاج دي اه اتفضل حاضر مش عارف طبعا جلال عامل لنا ايه النهارده بس شكلها كده بسم الله ما شاء الله جلال قال شويه حاجات انا بدور فيهم على حاجه واحده ايه مش عارف يعني مش عارف يا اسلام يعني انت عامل دايت دلوقتي فعلا يعني اه لا مستحيل اكل الحاجات دي معاك بس ده انا ده كويس هتفرج يعني عليك عارف الحاجات بتاعت زمان دي كويس هشاور اه بس ده على فكره في سمان وفي بيف وفي خير حاجات خير بسمع عن الحاجات دي والله بس طيب انت حكايه الدايت دي جاتلك لك وانت في السجن قبلها قبلها يعني انا قررت القرار قبلها اه يعني طب بس ليه بس اول ليه؟ ما 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 يعني اول ما بدات اطبقه دخلت السجن الحمد لله طب ليه ليه طب يعني حاول اه ماشي اتفضل اتفضل اه انا بس عايزك انت تعيش بقى عشان انا هعيش وهدوس عرفت 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 ان في ازمه يعني اه ليه بقى؟ ايه ده ازيك نجلاء؟ احنا هم قالولي اللي قالولي نجلاء يعني قررت انك انت تعمل دايت قبل السجن وفي السجن بقى السجن ساعدك انك انت تعمل الدايت دايت اه زي الفل انا كنت بجيب اكلي من بره ده مسموح قانونا يعني والله اه كنت بتجيبه من فنادق خمس نجوم؟ اه يعني اكل معين للدايت كده كان بيجي من حته معينه اه من فنادق خمس نجوم اه انت عايز تطلع السجن خمس نجوم لا ما كانش خمس نجوم خالص الاكل آه. بتاعي هقول لك كان ممكن بس كان لك معامله خاصه انت خالص خالص كلنا ناس محترمه برضه يا نجلاء يعني يعني ما تبخليش يعني ما تبخليش اه والله بس ربنا أيوة. يخليكي يخليك انت عارفه آه النهارده اصلا ما فطرتش فيعني يعني الدنيا صعبه لا لا ماليش في السمان ده خالص يعني. آه طيب دي الاسلام إيه الاكل بقى بيجي لك من فندق خمس نجوم مش يعني مكان زيه كده مكان زيه بيعمل الاكل آه. ده بالذات ده سجن ايه ده خمس نجوم يعني لا يا إيه فندم. فندم لا السجن مش خمس نجوم شكرا يا سجن سجن آه. على الكل م. حتى لو كان سجن, سجن مزرعه مليء بالشخصيات العامه م. بس هو سجن مفيش اي استثناء انما الاكل لاصغر سجين واكبر سجين مصرح ليه انه يجيب أكله. والله وانه ير... يسيب اكل المكان نفسه اوكي يعني انت ما اكلتش ما جربتش اكل السجن خالص؟ لا ولا مره ولا حتى في اول يومين؟ لا اول يومين ما اكلتش خالص. امم قعدت اسبوع ما اكلش. امم صدمه يعني. امم بعدين كلت بقى خلاص. طب عاده دلوقتي مين بيعمل لك فطارك؟ مين بيعمل لك سحورك؟ اه <applause> انا ما بفطرش ده مبدئيا. امم ممنوع من الكلام ده. يعني ممنوع يبقى عندي اكل الصبح. مه. واخد اكل في رمضان مش يعني مش اه رمضان افطار رمضان امي طبعا ربنا يديها الصحه وهي ما صدقت تقتنع انها تاكلني مسلوق لان ده مش من ادبياتها يعني هي شايفه اني بقى اني بقى سنتين بعصيها <applause> بس اقتنعت اخيرا ان هي عشان ترضيني وصحتي تبقى كويسه لازم اكل مسلوق بس هي من النوع القديم بقى اللي هي 16 حمامه و15 وده اللي كان عاملني بالشكل القديم اه ما كنتش بقول لا مم. لما آه بتشوف كده. نفسك في شكل الشكل القديم بتقولي انا يعني بتفكر ازاي و... بغم عيني <applause> ليه بقى ضم ليه لا مش قوي كده ليه؟ لا بس بقى لا الفتره دي انا بحبها جدا طبعا لان يعني كانت فتره ال... ال... النضال لاسقاط ال... مش عارفين وبرامج الاولى و... بس كنت اقول ازاي سايب نفسي كده يعني كانت ماساه كانت يعني مخي مش موجود معايا بالعكس كان خير يعني, يعني اه كنت برد الرد ده والله زمان كنت اقول ده عز وكده عز اه لا الحقيقه مطلعش عز خالص خالص اه طيب الناس بتعز يعني انت قابلت احمد عز في السجن؟ آه، لا الحقيقه هو كان خرج قبلي اه بشهر واحد. بس انت بتقول سجن المزرعه وبتاع سجن المزرعه فيه كل الناس اللي ليهم اي يعني ما يسمى شخصيه ليه؟ لانه بيبقى أسف في الحراسه. مش عشان حاجه، عشان تضمهم كلهم في حته واحده. طب مش عارف يجوز ان نتكلم عن الفتره دي واحنا بناكل ولا لا، لكن هي الكلام جاب بعضه صح؟ يا سيدي عادي مش مشكله يعني انا. اه يعني كنت مين من المشاهير يعني بت تلتقي معاه في السجن تمشوا مع بعض كلنا. في الساعه بتاعه كلكم مين ما, ما عرفش انا ما اعرفش انا ما دخلتش السجن مش عايز ادخل بعد شرعي مم. يعني كان في الله يمسيه بالخير وان شاء الله ازمته تخلص سريعا السيد وزير الزراعه الاسبق صلاح هلال ده راجل فاضل بعيدا عن اي حاجه يعني هو فيها قضائيا مم. كان في السيد حمدي الفخراني عضو الشعب مم. كان جار يعني مم. وكان في في رجال اعمال بس مهمين جدا ومشهورين بس انا بتحرج ان ده يضرهم بشكل ما وغالبا ازمتهم خلصت كان في ثلاثة اربعه كده من مشاهير رجال الاعمال في مصر ما كله اصلا يعني اتعرف لا لا كان في في, ناس اه يمكن ما اتكتبش حاجه عنهم خالص والله اوكي لا فتره بسيطه واظن على حاجه معينه يعني فمش صح نقول الموضوع يعني وخلص الموضوع آه وكان في لا كان في ناس كتير وكان في يعني حتى اسماء كبيره بس برضو خرجت مؤخرا <مش> آه رجال اعمال برضه يعني كانت فتره لطيفه الدفعه بتاعتي كانت لطيفه جدا الدفعه لطيفة جدا <مش> <مش> طب يعني <مش> <مش> اه 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 ايه اللي استفدته في السجن؟ ايه اللي يفادك فيه؟ اللي انا فيه ان انا شفت اخطائي وكده والشيب الجديد ان انا ما استفدتش اي حاجه تانيه السجن قبر يعني <مش> القبر احسن من السجن يا <مش> <مش> طبعا طبعا انا عمري ما بتكلم عن كان ده شخصيه عامه ويعني اكيد كان لك معامله خاصه لا يا فندم فيش اي معامله خاصه خالص 24 ساعه 23 ساعه في ال 24 ساعه الاوضه مقفوله وانا كنت انفرادي مم. بالمناسبه يعني كنت انفرادي طول, طول الوقت. الفتره طول الفتره مم. عمري ما قعدت في ما يسمى عنبر يعني قعدت في زنزانه طب بصراحه ربنا كده يعني يعني واحنا يعني في الايام انت مبسوط قوي بالذكريات السجن حاضر لا لا يعني هي جت والله كنت عايز اسالك على الاكل دي حاجه لطيفه دي حاجه ربنا. مهمه في حياتي اه خايف تدخل السجن مره ثانيه؟ لا عمري ما عصر. ليه؟ لأني انا اللي دخلت نفسي ببساطه يعني مم. انا اللي اديت الماتيريال اللي قدامي زي ما كنت انت سرقت بس من غير ما تقصد يعني بعد الشر يعني فخلاص بطل سرقه مش تدخل تاني يعني فأنا... يعني انت ما ظلمتش دخولك السجن لا اتظلمت جدا ازاي يعني ما انت بتقول انك انت الماتيريال انا اديته طيب ما انت اديت الماتيريال اللي عارف القتل عارف لي... القتل الخطا لي... عارف القتل غير العمد مم. بيدخل السجن برضه بس عشان صح. هو كان مستهتر بس قتل خلاص بس هو داز عبد العربيه ما يعرفوش يعني ما قصدش يقتله انما بس عشان كان مستهتر ده بالظبط اللي دخلت فيه السجن كنت مستهتر؟ اه ما كنتش ما كنتش يعني كان الغل والغضب واخدني فبقول اللي انا عايزه مم. بدون قطع يعني دلوقتي انا مش محتاج حتى اقطع انا باخد الحلقات كل الحلقات وان حتى برنامج الاذاعي كان على الهواء وخلاص بقى في فلاتر يعني فما فيش استهتار يعني زي ما يكون واحد هيمشي تاني على السرعه التمام في بتاعت العربيه مستحيل يخبط حاجه يعني في فرامل دلوقتي كتير <applause> <applause> ده فرامل هوا كمان طب هل الفرامل, هل الفرامل دي انت يعني شايف انها يعني انه الفتره الحاليه الناس ما بقتش يعني عايزه حد كده يزعق وعايزه حد هو كان من الاول كده كان بيترجوني حتى زي ما قلت لك المحبين للغايه انه انا ما اعملش كده <ممم> اهدى اهدى فانا ما كنتش قادر اهدى يعني <ممم> الضغوط كانت اكبر من احتمالي <ممم> وانت شفتني في هذه النسخه حتى مم. في لقاءات معاك انت مش قادر الضغوط بتتقال في التليفون ولا حد ضيف عندك وانا اللي على التليفون. مم. مأساة يعني كنت بتعرض لمأساة لانه كله 90% كان كذب كذب وتأويل وتحريف لكلامي. ف تح... تحريف لكلامك ايه وتأويل لكلامك؟ ما انت اللي بتقول انك انت اديت لهم الفرصة. ما هو اديت لهم الفرصة دي معناها ايه؟ خلي مم. بالك انت لما تقول كلمة ملتبسة المعنى وما تشرحهاش. او ما تشلهاش اصلا في المونتاج مم. فبتسيب غيرك يكتب عنوان للموضوع ده في قوه السوشيال ميديا شالت وزراء وغيرت بلاد مم. فالسوشيال انا ما كنتش بديها حقها يعني مم. بقول ايه يعني ما يكتبوا الناس هتعرف اني كنت كلاسيكي انت مهتم دلوقتي بالسوشيال ميديا على الواحدة لان انا غلطت ان انا كنت بسيبهم يكتبوا اسلام بحيري مش عارف يسب مش عارف مين والذات الالهي فاقول انا يا جماعه بالله الناس هتشوف فهتفهم ان انا <applause> راجل بدافع عن الاسلام فما كانتش الناس بتشوف <applause> لان في مره قريت دراسه ستادي مهمه جدا اتعملت في هارفرد <applause> ان 77% من الناس بتقرا اسم الفيديو ما بتشوفوش وبتشيروا بتعملوا شير فدي كارثه كبرى يعني ممكن تزيد عن الرقم ده في مصر ده بيكلمك في امريكا فطبعا انا كنت غلطان جدا ان ان الناس تكتشف الحقيقه وان كلامي ملتبس وممكن يحتمل المعنيين وان ممكن غضبي يوصلني لنوع من الكلام يتاخد ويتقال ده قصد بيه حاجه ثانيه يعني يا راجل انا كان في شيخ معاصر واحد كده من اللي بيشتموني اياميها فكنت بأكني عنه يعني بقول مم. كنايه عنه بقول له يا حماده خلاص هو اصلا أي... انتقدتك قوي يا اسلام في موضوع حماده لا. طيب انا بكلمه هو المعاصر ده بصيغه سخريه وكانت يا سيدي غلط لكن تخيل ان هم خلوني بقول يا حماده لاحمد بن حنبل مم. وعمري ما ده اتقال ابدا واصلا لكن تثبت ازاي خلاص الموضوع اوت اوف ماي هاند يعني انا مم. اللي اديتهم الفرصه. مم. فلكن لكن بالعموم كانت فتره بنت وقتها بنت ظروفها مش مم. ندمان عليها مم. فادت كتير جدا على فكره مم. وعملت الاثر الافكت اللي انا عايزه مم. وانا دلوقتي بستمتع بفتره ثانيه فيها الثمره نفسها بقى مم. فيها الناس بتسمع تمام بتاعي مم. وبتدور وفي دول ب ب ب مؤيده للافكار بالعموم مش لاشخاص مم. ان التنوير هو السبيل الوحيد حتى لابقاء الدول دول مم. دول موحده ما فيش حل غيره. جميل جدا هل فكرت في لحظه من لحظات انك انت تهاجر؟ بتاع الكلام ده تعيش بره مصر ما انت لو كنت عملتها لو كنت عملتها لا عشت عايش بره مصر اختياري غير عايش بره مصر هروبا مم. او ان مصر بلد لا تسعني مم. لا انا كنت عملتها قبل السجن وقبل السجن ما كان عندي فرصه أن كان الحكم الاولاني حكم غيابي مم. فانا من حقي ادخل واطلع في المطار وحصل اني سافرت اصلا بعد الحكم الغيابي ورجعت مم. واتعرض عليا عروض حقيقيه اطلع و... وقدم برنامجك من بره فقلت لهم مش هيحصل مم. لإن أنا راجل مش بقول كلمتين واجري أنا عندي قضية صاحب قضية مم. إذا وصلتني لأي ما وصلتني هكمل طب أنا أنا طبعا يعني أنا مستمتع أنك أنت بتتكلم أكتر لا يا كل فندم أنا عارف أن أنت جعان أنا مش أه بس عشان وهي ده سحوري يعني بالمناسبة أنا حاجات بسيطة كده ممكن نتبادل الأدوار أنا هتكلم دلوقتي وأنت لا لا أنت عشان انت بس تب... أفضل أنت عارف الشيب ده أهم آه طبعًا حاجة دلوقتي أه <تأكيد. تصفيق> ف... يعني أنا طبعا مسألة أن الواحد يتكلم عن السجن ديً مسألة أه مش يعني اعتقد انها مش مش سهله. لا أه بالعكس. بس يعني انت دايما يعني أه انا ما اجيبش سيرته تجربه السجن يعني لا حاضره عندك. بس ما بجيبش سيرته تفاصيله لسبب واحد م. لان انا كنت حتى وانا جوه بقول حاجه غريبه بقول ازاي اللي يعني المعارضين القدامى اللي بنسمع عنهم دايما والشعراء العظماء احمد فؤاد نجم وغيره ازاي كتبوا عن تجربه السجن لان هي في نظري ما بتكتبش عنها. يعني هي اقوى بكثير جدا من الكلام م -م. فانا بحسد اللي لقوا كلام يوصفوا بالسجن السجن وغالبا وصف في 20% من اللي شافوه او من اللي حسوه يعني انا اصلا بس انت انت يعني جربت انك انت تكتب او كتبت مذكراتك وانت هناك؟ لا لان ليه طيب؟ غير ذات جدوى مش معنى؟ لانها هتضر ناس كتير. كتير هتضر ناس كتير هتضر ناس كتير؟ بمعنى يعني اي شيء انت ممكن تشوفه ممكن يطلع سلبي او ايجابي ده يضر الناس اللي انا بحترمهم جدا وهم لسه في هذا المكان مم. وممكن تضر ناس عاملتك كويس وبتاع ده برضه ضرر ليهم فانا م. بالنسبه لي في ده ناس عاملتك كويس؟ كل الناس الحمد لله كانت بتحبني يعني ما شفتش يوم سيء في م. هذا المكان من الاشخاص العاملين من اكبرهم لاصغر <applause> طيب <تصفيق> عشان نخرج من بره الموضوع الكئيب ده بتاع السجن ماشي آه انت ليك في الكوره؟ يا خبر ابيض بس اياك تقول لي بتشجع مين؟ اه لا لأن دي دي انا مصر ان انا افضل عشان الكل يسمعني انا بالذات في حته حساسه لازم الكل يسمعني لا احنا يعني مش هنقول طبعا لانه طبعا يعني ده حسب قرار ده طبعًا. سر كوني اه بس آه انا بس أنا, انا كوير يعني بس اه بس انا وانت على خلاف في الموضوع ده خلاص اه هي الناس عارفه انت ان 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 انتمائك ايه؟ اكيد آه, اه اه ما تصدقوش يا جماعه ما تصدقوش <applause> يعني احنا مش على خلاف قوي عديها بس المهم ان احنا ان شاء الله شايف المنتخب ازاي في كاس العالم؟ آه يعني تخيلي انه انه هنعمل حاجه على الاقل على الاقل الدور الاول يعني يعني, يعني ومش مطلوب منهم اكتر من كده على فكره في مم. ظل هذا الوهم اللي احنا شايفينه والسرعات وال الخياليه والمهارات العظيمه في الفرق مم. الاخرى بس نعدي الدور الاول عشان بس يبقى قد ما احنا موجودين عندنا ست سبع هتروح تشجع المنتخب؟ اه هروح اخر ماتشين الماتش الاولاني فلت لان يعني عندي شغل بس اخر ماتشين هبقى هناك ان شاء الله وحضرتك هتبقى هناك سعادتك فان شاء الله نتقبل يعني ان شاء الله باذن الله وانا يسعدني طبعا ان اكون دليلك اه ما انت طبعا انت مش يعني هناك ظهرنا بس بس ده بما انك انت مش مش عايز مش عايز تاكل انا مش عايز اكل اوكي تمام هو في اكل انك انت مش عايز تاكل اسلام فاكيد عايز تشرب شاي حاجه شبهه يعني ما شاي ولا قهوه في حياتي خالص عمرك عمري لا يعني وانا عندي في المراقبه بطلته طيب دي مشكلتك انا عايز اشرب شاي انا هشرب حاجه قلت عليها لاصدقائي هنا فانا هتصرف طب هنا. جلال عامل لنا حاجه كده مش عارف ده ينفع ناخدها معانا ولا لا بس يمكن ارجع لها انا دلوقتي ماشي مو... اه دي صحيه تمشي معانا لو خدناها طيب نروح الى مكان الشاي اتفضل اتفضل يا استاذ أنت يعني فقرة الشاي أنت طلبت ينسون أنت بتشرب الشاي ولا لا أنا؟ بشرب الشاي خالص خالص في حياتي هو ده آه. ده إيه؟ ده ينسون إيه ده ده ينسون فعلا؟ ينسون فعلا ده آه. أنت عظيم على والله شكرا لك أه وبعدين أنت صاحب مكان يا إسلام يعني بس ما كنتش عارف إن السرعة يعني فعلاً لسه قايل من دي انت بس تحلم آه أنت تحلم ينسون الشاي طبعا كالعادة بارد بجد والله؟ بخارة أهو يا راجل بس حد يا راجل ما يشربش شاي في رمضان؟ مش شاي في رمضان ولا بقيت رمضان ولا بقيت رمضان ولا قهوه ولا قهوه ولا معقوله لا. اي كافيين ولا بيشرب ايه ينسو بس بس يعني مفيش اي حاجه تانية بشرب بقى اي حاجه تانية بس مش شاي وقهوه يعني بشرب أه. كاكاو اوكي هوت شوكليت هوت شوكليت يس آه. شعير بحب آه. الشعير جدا اللي هو لتي... اللي... لا ماليش في اللاتيه برضه خالص كل المجموعه دي مش بتاعتي خالص انت محافظ على على ال... بس ده بقى ملوش علاقه بالنظام ده من يوم يومي لا سجاير ولا شاي ولا قهوه ولا اي حاجه بس شيشه وخلاص ولا شيشه ولا بشوفها ولا اعرفها طب كويس انا عارف بس انا يعني اه ما انت عارف طبعا عشان هنقعد مع بعض بره بس عشان, بره بس عشان, عشان عايز اعيش كتير يعني طب كويس جدا العمار بيد الله طيب ما. اي 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 عايز تعيش كتير مش خايف انك اه تتعرض لمحاولات اغتيال؟ لا لا فات وقتها ليه؟ ما هي كنت في الفتره دي برضو اللي بتاعت بتاعه الاخوان لو كان في حاجه هتحصل كانت هتبقى شيك يعني لكن تحصل دلوقتي منظرنا يبقى وحش قوي مم. لا خلاص عدينا المرحله دي انا اعد امم طب ما هو لما اغتالوا فرج فوده الله يرحمه دكتور فرج فوده يعني بالعكس دي كانت هي ده المرحله دي بتاعت يعني لما مفيش غيرها اغتيالات الله يرحمه يعني هم يعني نفس الـ يعني الحمد لله ان انا بقى رسيت على الفتره الازمه اللي كنا بنتكلم عنها دلوقتي على الاكل الحمد مم. لله انا لسه على كده لان الضغط اللي اتعمل والتشويه كان يوصل للاكل زي فرج فوده بالظبط امم يعني فرج فوده اتعمل ايه عمل المناظره الشهيره قعد قدامه رموز الاعلام الفكريه الدينيه من المؤسسه فهزموا هزموا هزيمه في رايي وفي راي كل منصف منكره مم. في مساله الدوله والخلاف هل بتعتبر نفسك انك انت في المناظرات اللي <applause> اللي عملتها انك انتصرت فزت الحمد لله انا ما عرفنيش بالناس غير المناظرات ودي مش مش هنجامل فيها يعني فانا في المناظرات اعتقد الحمد لله ما فيش حد يعني كان قدامي يعني عنده حجه في شيء لكن انا بطلتها بالمناسبه مين من مين من الشخصيات اللي ممكن انك انت تعمل معاها تخوض معاها مناظره تاني لا مناظره انا بعد ما بعد الازمه كنت عملت مش مش مناظره لان انا بحب الراجل ده جدا وهفضل يعني اعتبرها مش مناظره هي كانت بس وجهات نظر مختلفه حول امر واحد اللي هو دكتور سعد الهلال اللي كانت مناظره مع اخونا وصديقنا عمرو اديب <متحدث> إنما مناظرة بالشكل العنيف القديم اللي أنا <متحدث> كنت بعتبرها بجد حرب فيها انتصار وخسارة أنا مش هعملها تاني. مش <متحدث> عشان حاجة، هم علمونا كده لما تكسب ما تلعبش تاني. <متحدث> <متحدث> وأنت وأنت اعتبرت نفسك أنك كسبت؟ مش اعتبرت، أي حد اعتبر، لأن إحنا هزمنا الفكرة كلها بدليل أن هما أزيلوا من الحياة. فإحنا هزمنا الفكرة على بعضها. <متحدث> حتى المناظرة اللي كانت قبل الأزمة المنصفين بعيد عن ضغط الإعلام. اللي عايز يبقي يعني ينصر ناس على ناس كانوا شايفين مم. انا كنت عامل ازاي في مناظره دي اكتر حد له فضل عليك في حياتك مين؟ مم. السؤال ده انا دايما بخاف منه لان في بيبقى يعني في اسماء ما اعرفش اقولها. مم. بجد يعني. لانه ممكن في وقت قادم ما تعرفش تقولها عشان أه تسبب لها حرج لو طبعًا. مش حرج على موضوعي مم. لا حرج ان هم في أه في اماكن ومراكز حساسه جدا <applause> إنما آآ إنما وقفوا في ظهري بشكل مش شرط إنه فترة ال الأزمة بتاعت السجن لا ده في كل حاجة إنما إنما <applause> على الأقل اللي ال 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 مسموح لي أنا في نظري يعني أقول <applause> لهم أول واحد رغم إن عدت علينا فترة زعل كده إنما أنا بحبه جدا وهو ليه فضل في إن أنا أقول كلامي ده للدنيا كلها <applause> طارق نور أستاذ <applause> طارق نور لأن أنا لولا طارق وجرأته أنا كان زماني بقول الكلام ده في الندوات الصغيرة وفي مقالاتي البحثية أو في الصالون في بيتي في أي حاجة لما بقولوش للكون فهو في هذه المرحلة الحرجة جدا وكان الإخوان ما, بي... ما بيخلوش حد يتكلم قال لي يلا نحط كاميرا وتقول اللي أنت عايزه لأن اللي عندك ده لازم يطلع عدت مشاكل معروفة في نهاية المسألة لكن أستاذ طارق كمان في, في فترة سجني كان عظيم كان يعتبر مسخر القناة دفاعا عني طبعا استاذ إبراهيم عيسى كان لوحده ده هو يعني قايم بالحكاية كلها ربنا يخليه لكن استاذ طارق كان في كل نشره في كل برومو في كل حاجه لازم سيرتي تيجي. فهو ده طبعا طارق نور فضل عليا وفي شخص كمان قد تكون انت تعرفه له افضل بقى في حاجات كتير مش غير معدوده انا بحبه وبحترمه وفي كل الحاجات الكبيره في حياتي هو له يد هو مترجم اكبر مترجم مصري في البيت الابيض بقى 30 سنه مترجم الرؤساء هو مصري امريكي دلوقتي يعني استاذ جمال هلال. مهم. جمال أكيد. هلال انا بعتقد هو طبعا في فرق سن بسيط لكن هو صديقي واغلب الحاجات المهمه والكبيره في حياتي هو شارك فيها. مهم. فانا بعتقد له فضل كبير جدا. أه ما بقولش حد ما حدش تاني له فضل لانه اه فعلا حياتي ما أه. سمحتش ان يكون في ناس كتير ليها افضال انا بنيت كل اللي انا عايزه بمجهود مش انا اتخيلت انك انت هتقول ابويا وامي بص اصل ابويا وامي دول مش فضل <applause> يعني انا من غير يعني من غير اللي عملوه عشاني ده موضوع دول عباده مش فضل فضل ده لما يكون حد مش المفترض يعمل لك حاجه فيعمل لكن هم دول دول كل حاجه يعني دول كل حاجه يعني هم اصلا لحد النهارده ربنا يديهم الصحه اهم حاجه عندي ان هم بس يبقوا راضيين عني في حياتي وهم شايفين يعني الدور اللي قمت بيه فمبسوطين طيب <applause> علشان الوقت انا كده محضر كام اسم يعني عايز اسالك انك انت توصف لي كل اسم قلقان <applause> منك عمرو لا 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 مفيش قلق <ماشي> في جمله في جمله <ماشي> صغيره ابراهيم عيسى ابراهيم عيسى ده الاستاذ آه الكبير جدا اللي انا منه خدت فكره ان الفكر ممكن يتقال في الاعلام <مم> لما برامجه القديمه بدات سنه 2000 اللي هو والله اعلم الاستاذ في الصحافه الاستاذ في في التنوير ابراهيم عيسى استاذ كبير أو واخويا وحبيبي واكثر من حمل لواء الدفاع عني فشجع غيره يقف صف كله يدافع عني وانا في ازمتي فابراهيم عيسى له دين عندي لا يقضى ابدا دي, جمله دي ده كتاب يعني حقه آه، تمام دكتور مصطفى محمود <applause> دكتور مصطفى محمود يعني رجل طبعا عظيم لكن انا افضل الفتره الاخيره من حياته عن كل الفترات السابقه بتاعت العلم والايمان بتاعت برنامج الشهير الفترة العاقلة جدا كانت آخر حياته فكان حتى له فيديوهات بيقول صراحة إذا إذا عرض الحديث القرآن أنا لا أصدق الحديث ولو كان في البخاري. وكان بيتكلم بلغة بلغة أقرب يعني عاقلة ما يسميه النهاردة بين الناس بقت عارفة الأسماء المعتزلة يعني الناس العاقلين. إنما أنا بعتقد إن الفترة الأولى مع كامل إجلالي ليها كانت فترة ساعدت التيار الديني على التملك والتسلط على عقول الناس. لأنها بقت كل شيء غير ان طبعا ده خلق ربنا وده جمال وده العلم والايمان والحاجات دي انما الفكره كلها اسلمت مجتمع كامل ولو مصطفى محمود ما كانش ده هواه الشخصي. ده دي فتره البرنامج العلم والايمان. اه انا فتره دي فتره ساعدت على 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 تدمير عقل المجتمع المصري. لكن ده احنا أحوص... كنا بنستنى البرنامج ده عشان السؤال. احنا كنا كلنا بسطاء يعني ما حدش فاهم ال ال الاتجاه ده كله يودينا فين رغم ان بسطاء مش مشارك بس هم استخدموا ده كله عشان يوصلوا لحاجه معينه اللي انت عارفها من من نهايه السبعينات طيب معز مسعود اه <applause> طيب شوف انا الاتجاه بتاع ال 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 مش على الشخص اتجاه الفكره دي كلها اللي هو الدعاء الجدد اللي هم الله والجمال والحكايه والحجاب والحاجات الجميله <applause> انا لا يعني شايف ان كان دوره من اولهم اول واحد فيهم لحد النهارده دور مؤذي جدا مين المجتمع اول واحد فيهم عمرو خالد عمرو خالد كان دوره مؤذي انا ده شايف الدور اللي اتعمل مش دور الشخص م. نفسه أوه. الدور ده كله كان مؤذي جدا المجتمع المصري م. بدليل انهم توقفوا تماما حتى هم عن الكلام في المسائل دي بالمناسبه م. يعني ما بقاش دلوقتي فيه الموضه ولا بقى في حد بيتكلم عن الحجاب ولا بقى في حد بيتكلم عن حاجه فالظاهر كانت موضه وعدت يعني، فأنا مم. رأيي إن مسألة الدعاء الجدد هي مش إيذاء عشان نكون برضه منصفين زي السلفيين للمجتمع، لكنها عملت حالة ضد مم. ما إحنا فاهمين من المفروض إن إنتشار لأن برضه التيار الديني استغلها، بل إن بعضهم مم. منتمي بالإسم للتيار الديني اللي إحنا عارفينه اللي هو الإخوان المسلمين وغيرهم، ومش عايز أقول أسماء، لكن كمعز نفسه هو حاول يوسع الدائرة دلوقتي في ظني مم. إني انا بشوف مش متابع قوي اخر حاجات بيعملها لكن اعتقد انه بدا يوسع الدايره ما بقتش قوي فكره الدين بقت فكره سوشيال اكتر بقى بيدخل الدراما بقى بيدخل حاجات يعني فكره محاوله اصلاح اجتماعي ودي بالنهايه محموده يعني. مفيش داعي اني اسالك عن عمرو خالد أو مصطفى بالعكس ده انت سالني عن عمرو خالد انا معز تحفظت كثير لان الراجل مش مؤذي لكن انا رايي ان ما فعله فكره الذي الل حدث من منتصف التسعينات لحد النهارده كانت فكره سلبيه جدا جدا م. جدا على المجتمع المصري من الاستاذ عمرو خالد <applause> اكتر جمله بيضايقك بي انه الناس توصفك بيها بص انا ما بيضايقنيش اي اوصاف فيها نقد عاقل لكن كل الخط السلفي بالعموم بكلامه الممجوج السمج اللي بيقوله جزافا كده على كل الناس العقلانيين من يوم يومهم ده كلام بحس ان عايز يعني إذا كان في قصاص في هذه الدنيا من نوع تاني بعيد عن القانون والدستور كنت حاسس إن عايز أعمل رد فعل تاني فالتيار السلفي هو كله بالنسبة لي شيء ممجوج وسمج مم. هم وشكلهم وكلامهم إنما الناس الطبيعية مهما قالت في حدود النقد الطبيعي يعني آه الطريقة القديمة طب الطريقة الجديدة طب مثلا واخد بالك قوي من زي ما أنت قلت من شكلك وده ما يقلقش أي نقد أي نقد بتقبله إنما التيار السلفي كله أنا ما بتقبلوش أصلا إن هو يعني في الهواء وهو ماشي. طيب <applause> ماشي. مشروعك اللي جاي ايه يا اسلام؟ المشروع اللي جاي ان شاء الله في برنامج في قناه صديقه واختي القناه مائنه أه بفكر اعمل تجمع تنويري عربي لاول مره يعني الاسماء الكبيره اللي هم اساتذتي طبعا يعني مع اسلام مع بعضينا كلنا كده نعمل حاجه زي بيسموها في الانجليزي ايكون كلاست يعني تحطيم الاصنام نمسك موضوع ونقول المشروع بتاع التنويري الاخر ده اللي هو استاذنا ومشروعي مش م. فكره اعلامي وكده انا ما بعرفش بس م. نقول المشروعين في مجموعه حلقات حوالين توبيك او موضوع واحد اعتقد ده غير مسبوق وهيعمل صدى بالتوفيق وطبعا يعني انت عارف احنا نتمنى لك كل النجاح وكل التالق في مشاريعك ونتمنى انه الجدل اللي حوالين اسلام بحيري يثمر دايما جديد لانه التطور ده سنه الحياه صحيح انا عايز اشكرك بقى انت لانك بما ان انت فضحت الصداقه اللي بيننا لان الناس عارفه انت اكيد دلوقتي مدير القناه آه وليك دور مهم جدا وايجابي والناس ما تعرفش قد ايه انت حليت مشاكل حقيقي ليا انا شخصيا كانت ممكن تعطل حاجات كتير جدا من الموجوده على الشاشه او من السبة فالحقيقه انا بشكرك بجد لان لولا تدخلك ده انك على الاقل مؤمن بالفكره نفسها مش لازم 100% انما القى ان ان ادارتك وقناتك عايزه التنوير بشكل ما كلنا قناتنا كلنا يعني طبعا بس انت رئيس القناه يعني انت والاستاذ نشأت فانا رايي ان اللي انت عملته كان لو الناس تعرف آه ليه آه أفضل كبيره جدا على وجود البرنامجين او الثلاثه لحد الخريطه رقم اثنين وان شاء الله باستمرار ان شاء الله مستمرين باذن الله شكرا جزيلا زميلي وصديقي وشكرا يعني. حبيبي إسلام <تسلم> بحيري <تسلم> وكل سنه وانت طيب <تسلم> ورمضان كريم وان شاء الله يعني رمضان الجاي نتقابل في اجواء <تسلم> آه زي دي ان شاء الله ونكون عملنا حاجه ان شاء الله باذن الله <تسلم> <تسلم> شكرا شكرا بس شكرا بس لصدق كل سنه <تسلم> وانت طيب طيب كده تنتهي حلقتنا النهارده مع الصديق العزيز اسلام بحيري نشوفكم بكره باذن الله في حلقه جديده وتصبحوا على خير وكل سنه وانت طيب